فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: وربما يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قاموا، فليس هذا من فعل الإسلام. نعم، وهذه عادة سيئة، أنهم ينتظرون من يحترمونه ويجلونه، فإذا بدا لهم فإنهم يقومون من باب الإجلال له، وهذا كله منهي عنه، وجاءت أحاديث في النهي عنه لما فيه من التشبه بالأعاجم. أما القيام لحاجة للسلام عليه، أو القيام لمساعدته في الدخول أو في الجلوس، فهذا لا بأس به، قوله صلى الله عليه وسلم لما أقبل سعد بن معاذ رضي الله عنه على حمار وكان جريحا، فقال للأنصار: قوموا إلى سيدكم. دل على أن القيام إليه من أجل إعانته أو من أجل السلام عليه أن ذلك لا بأس به، إنما الممنوع القيام المجرد الذي ليس لحاجة.